السلام عليكم ورحمة الله، أحبائنا في الله. طابعة اتش بي 415، طابعة اتش بي خلل في السحب بيجيب لك ايرور E3. لما تيجي تشتغل الطابعة، تيجي تطبع عليها أو تصور ورقة، تفضل تحس إن هي بتسحب كده على الفاضي، الرول بيدور على الفاضي، والدينامو يبقى بيديك اللي هي أول لفة، بتوقف ويجيب لك كود ويعمل لك إشارة على الورق. طبعا الخلل ده بيكمن في عندي هنا شريط السنسور ده بيبقى فيه خلل، ده يستبدل لأنه بيبقى مثلا إيه، لو عليه أوساخ حبر أو عليه أي يعني أوساخ حبر زي كده، دي لازم تتمسح. طبعا احنا بنتأكد اول حاجة ان مفيش اي ورق محشور في المسار بتاع الخاص بالسحب، نتأكد كويس، بنرفع الضواغط كده ونحاول نمر الورقة ونشوف مفيش اي شوائب او اي حاجة قافلة طريق المسار بتاع الورق. بعد ما نتأكد من الكلام ده نلقي نظرة على الشريط ده لو في اي خدوش نفس كده، طبعا ده بيبقى بايظ ما بيشتغلش معايا، لازم يستبدل. دي الخلل E3. في مشاكل تانية متعلقة في الطابعات دي طبعا احنا موضحينها في الموديلات اللي هي ال اتش بي 415 410 بخصوص تنظيف الرؤوس. طبعا احنا في فيديوهات شرح توضح لك ازاي تنظف الرأس حتى بأدوات بسيطة خالص في المنزل. بس دي مشكلة الخلل الـ E3. تقدر ان انت لو قدرت توفر القطعة دي هتحل لك المشكلة بتاعت خاصة بالـ E3. السلام عليكم ورحمة الله.